اليوم ان شاء الله انا عملت ابديت على الجيت هاب في الـ NLP، ضفت الكتب وضفت محاضرات، فهنبدأ في كتاب Speech and Language Processing. هنبدأ في الشابتر هذا اللي هو Text Processing. الشابتر الأول كان بيحكي عن الانتروداكشن، والانتروداكشن انا حطيت لك اياها في السلايد، انه يعني حطيت لك اياها برضو على الجيت هاب. فحتلاقي في الجيت هاب انت حتلاقي عندك الكتب والمحاضرات والكود، الثلاث شغلات هذول. الجيت هاب يعني رابط هذا المقال موجود على الفيسبوك، وعندك هنا لو نزل تحت انه هاي ليكتشر نوتس اند ريسورسز، وعندك الفيديو ليكتشرز انه كبلاي ليست، عشان انه انت ما تتوهش عندي في القناه، لانه حتلاقي شغلات ثانيه كثيره، يعني محاضرات ثانيه كثيره قصدي يعني. تمام، ف هيا هنا عندك المحاضرات والنوت بوكس اللي انا بشتغل عليها، اللي هي البايثون نوت بوكس. طيب خلينا في البدايه انه احنا نفعل الانفايرومنت. ونروح على الريبو، على كورس، ونشغل الجوبيتر نوت بوك او لاب. تمام، واحنا نبدا في السلايد هاي. كيف رابطها؟ يعني انت عندك هنا في الجروب، وين المناقش؟ في عندك في الجروب رابط المقال، انا عندي على الووردبريس. في الووردبريس ايش راح تلاقي؟ راح تلاقي رابط الجيت هاب، راح تلاقي رابط محاضرات الفيديو. تمام، فكله موجود عندك، يعني انه هنا يعني المادة كلها انه موجودة عندك. طيب فهجد هنبدأ في regular expressions. فعليا regular expressions هي عبارة عن لغة مستقلة في حد ذاتها، ممكن تستخدمها في اي لغة، في اي لغة برمجة، سواء كانت PHP، بايثون، جافا، اي حاجة، حتى ممكن تستخدمها في الشيل تبعت لينكس. فعليا احنا بتفيدنا بشكل كبير في السيرش. تمام، يعني هذه انه هي في حد ذاتها انه تسجل النوت عندك، انه هذه independent language، وممكن انه انت تستخدمها مع اي لغة، زي ما حكينا انه C++، جافا، يعني نوعا ما PHP، بما في ذلك البايثون اكيد بطبيعة الحال. فانت لو تعلمتها تقدر فعليا ان انت تستخدمها في اي لغة برمجة، وهاي الحلو في الموضوع انه هي لانجويج في حد ذاتها. تمام، طبعا هنا ايش بتفيدنا في الـ NLP؟ يعني اكثر فائده عندنا في الـ NLP انه في السيرش تمام ماتش، لانه احنا مطالبين انه احنا نوجد باترن معين في التكست عشان نوجد نتائج معينه. والشغله الثانيه انه احنا ممكن نستخدمها في النورماليزيشن، تنميط النص. تنميط النص انه باختصار انه احنا نخلي النص كله بيشبه بعض. حكيت حنشوف يعني في امثله زي هيك. في حدا جاي؟ وعليكم السلام. يبقى هي عبارة عن formal language. تمام،
يعني لو سألتك سؤال عشان تعرف إيش هي المشكلة، لو أنا بدي أدور على يعني هذا السنجاب، إنه ممكن إنه يكتب بالطريق بطرق عديدة، ووتشاك، ووتشاكس في حالة الجمع، ووتشاك إنه أنت عندك الدبليو كابيتال، ووتشاكس إنه أنت عندك كابيتال وبرضه جمع، فبالتالي إنه هي كلمة واحدة إنه أنت بتحاول تعملها ماتش وإلها أربعة فاريشنز، تمام؟ فبالتالي انه ممكن نستخدم الريجولار اكسبريشن في هذا الموضوع. يعني في الريجولار اكسبريشن انه احنا ممكن نستخدم ديسجانكشن. هنا مفهوم ديسجانكشن انه زي كانه اور، وبتحطه بين براكتس، يعني زي كانه انت بتقول له لو سمحت اعمل لي ماتش لهذه الكلمه، وبتحط له بين البراكتس انه الحرف هذا سواء كان دبليو سمول او دبليو كابيتال or هذا او هذا، تمام؟ بهذا الشكل، فبالتالي بصير انه انا عندي ماتش مع هذا او ماتش مع هاي الكلمه. فبالتالي هنا ممكن انه انا اعمل ماتش لاي ديجيت، فبتصير انه انا بحط between brackets زي هيك، تمام؟ بفتح القوس من 1 2 3 4 لغايه 9 بالاضافه للزيرو، فهنا بعمل ماتش لاني ديجيت. للماتش، للفاليديشن. بالضبط بالضبط. ف هاي في لها صيغه مختصره انه انت بدك تعمل ماتش لاي ديجيت. هاي معناها انه برضه خلي بالك هذه ديسجانكشن اور، معناها انه انت بدك تعمل ماتش ل 1 ديجيت، وهذا ممكن يكون 1 اور 2 اور 3 وهكذا، تمام؟ ففي لها صيغة تانية أسهل باختصار، ممكن تعمل 0 داش 9 كرينج بهذا الشكل. فبالتالي هاي معناها بتصير إنه أنت بتعمل ماتش لأي حرف، حرف واحد خلي بالك، أي واحدة من الأحرف هذه إنه من A ل Z كابيتال، فبالتالي أنت بتعمل ماتش للأبر لترز، وهنا بتعمل ماتش ل السمول لترز بهذا الشكل. نعم نفس النظام. لا لا نفس النظام، فانت لا 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 بتكتب بشكل مباشر، فهو انه هو بيدعم بالضبط من الالف للياء، بتحط انه زي هيك انه احرف بدك تعمل ماتش للديجيتس انه بتكون زي هيك. صحيح، لأنه يعني أنا حطيت لك هنا مثال هنا، في أنا محضر لك نوت بوك عن الريجولار إكسبريشنز. يعني هاي الشغلات انه انت يعني زي ما بتعرف انه انت في البوست انه انت بتستخدم انه التكرار تبع الليتر عشان تعمل انسيست او بتاكد على شغله معينه، انه مشكور بتحط له اياها طويله، انه شكرا كثير، يعني انه شيء زي هيك. فبالتالي انت بتقدر يعني بتقدر تطبقه في الماتشز انت عندك، انه نعمل ماتش لكل هاي الشغلات انه بتطلع معايا. حنمر عليها، انه برضه بتزبط بالعربي وبتزبط بالانجليزي، تمام؟ لو احنا جا كبير نعم ف ايوه ما هيني حاطط لك هذه فيها واو واحده، وهذه فيها اربع واوات او خمسه، وهذه فيها اكثر من هيك، فعمل ماتش لهم كلهم جابهم. بيمشي الحال بيمشي الحال. كيف هذه الستار، هذه الماتش هو فعليا انه
خلينا نشرح من البداية عشان إنه شو اسمه حكيت عشان إحنا نطبق عملي هنا بشكل مباشر إنه أنت تشوف هذا الكلام إنه إحنا هنطبقه على البايثون. طبعاً في البايثون مكتبة الريجولار إكسبريشن تعمل إمبورت RE regular expression تمام. عادة الـ RE كباكج فيها two functions اللي هما search والfind all تمام. يعني على سبيل المثال اعتبر انه انت في عندك نص هذا line بتساوي hello my name is Ahmed and I love Python تمام. فالsearch function شو بتساوي؟ بترجع لي حاجة اسمها match. فبالتالي انه هذا عبارة اي حاجة بتلاقيها between brackets ترجع لك في البايثون هذا عبارة عن object فهذا عبارة عن match object. فهو عبارة عن span تمام انه الماتش تبعه من الكاركتر 4 على الكاركتر 5 كاركتر 1 تمام بيبدأ من 4 وبينتهي في 5 وهي الماتش او. فانا طلبت منه لو سمحت اعمل لي سيرش للكاركتر او في هذا النص اللي هو اللاين بهذا الشكل. فجاب لي انه الماتش تبعه وين؟ هي 0 1 2 3 4 5 اللي هو النتيجة تبعتي بهذا الشكل تمام. ف لو بدك تستخرج هذا الاسبان من الاوبجكت فبتقول له النوت دوت اسبان فبرجع لك اياه as tuple صحيح بجيب لك الفيرست ماتش. فعشان هيك انت في عندك دالتين داله السيرش والفايند اول. فايند اول بتجيب لك كل حاجه اما السيرش انه ريتيرن ذا فيرست ماتش هي موجوده عندك كنوت بهذا الشكل تمام. فلو بدك انه تجيب الاندكس هنا فبتقول له دوت سبان فبيجيب لك انه 4 و5 نعم انه النتيجه بتبدا عند كاركتر 4 وبتنتهي عند كاركتر 5 وهي النتيجه تبعتها. لا انت عندك انه يعني انت عندك الاندكس 1 فبيبدا من 4 وبينتهي ب 5. لو انت عندك مثلا انه 2 كاركترز بيبدا من 4 وبينتهي في 6 اللي هو 4 و5 زي هيك هيك مفهوم انه الانديسيز انت عندك. فهلقيت لو احنا طلبنا منه هنا لو ضفت وكتبت انه انا بدي اعمل باي مثلا او ان زي هيك لا لا هو يفترض انه في restart kernel and run all هاي هي بس 38 لانه هي موجوده في الاخر on python تمام. فبالتالي انه بتبدا عند 38 وبتنتهي عند 40 انه حرفين النتيجه انت عندك عباره عن حرفين بهذا الشكل كيف اكثر من اون بيجيب لك الفيرست ماتش بدك تجيبها كلها. في عندك هنا انه يا اما فايند اول او انه انت في عندك داله انه انت بدك تجيب عندك اياها هنا اللي هي استنى find it يعني find it هاي فبيجيب لك انه كل الماتشز انه زي هيك او find all بيجيب لك برجع لك اياها كليست تمام. فهنا انت عندك النتيجه حرف واحد 4 5 تبدا من 4 وتنتهي عند 5 عندك حرفين تبدا من 38 تنتهي عند 40 زي هيك يعني خلي بالك من هاي الشغله نعم. عشان تحط الفون طلع الفون 30 ل 40 لو حطينا حرف الدال عشان نجيبه
هو اول واحد بين اول واحد بس انا احطها من ثلاثة بدك الآل؟ احطها من اثنين لثلاثة نعم نعم بس خليني بس ارتب هنا انه او ان هي النتيجه تبعتها وهذه السبان هذه بدي انقلها تحت لا هذه بدي اطلعها انه هي الاو هي السبان تبعها وبعديها او ان هي النتيجه تبعتها فهنا ممكن اضيف لك سيل ونعمل انه انت ايش بدك وحكيت ال هل؟ نعم ماتش للأل من 11 ل 12 آخر حالة عشان دبل ال كيف؟ عشان الهل فيها دبل ال ومشى لا 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 يفترض يصير في ماتش يعني هنا 0 1 2 2 3 هو انا شاكك انه في something wrong هنا هاي 2 3 كيف بطلع النتيجة؟ هي أول ماتش أنت عندك 0 1 2 فالنتيجة بتبدأ عند كيف؟ إنه أنت بتعلم على السيل زي هيك وبتعمل رن نعم ما جابش؟ هذه بدك تشغلها أول. لا مش شغالة. لا أبدا. هنا كيرنل ريستارت. هو في إشي في الكيرنل يعني فأنت هنا أنت كيف بديته؟ جيبتر لاب ولا جيبتر نوت بوك نوت بوك طيب نزلت اللاب اظن نازل اي فات فات نازله اظن نازله طيب خلينا هذا نعمل ليف وهذا نسكره زي هيك وهذا كنترول سي لا مش اخر شيء هنا الكوماند جيبتر لا بس اطلع مش لازم في عندك نت هو في جيبتر نت بوك يفترض انه يشتغل يعني مش عارف نيو بايثون 3 هذا بده يشغل هذا انا بدي اسوي مثلا انا بدي اختلف اللون عربي تمام هنا عربي دوت لا لا مش لا لا سيرش ممكن نكتبه مباشرة في ال
في كيرنل ايرور هنا مش عارف مش في سايت دي ال ام وين 32 اي بي اي امبورت ايرور في شيء بايثون 3.7 طب البايثون اللي انت كنت شغال فيها 3.6 اللي مالك ما عم تشتغل مش عم بقول كانت مع نزلت 7 وصلت هاد ويمكن عشان في اكثر من اكثر من بيئه ف نعم. طيب هجيت انت ايش نزلت وين بايثون كيف وين بايثون تمام هذا من 7 تاع 64 بيت وين زي؟ نقلوها؟ لا بس آية وين الوين بايثون نازلة؟ ايه فبالتالي هنا بيطلع لي انه ال 2 3 الفيرست ماتش دائما حقت اي حاجه مش موجوده برجع لي نان تمام فبالتالي هيك انا ممكن استخدمها في جمله اف هذه الشغله كتير مهمه دائما انه خلي في بالك داله السيرش ممكن تستخدمها في جمله الاف ما دام انه هي بترجع نتيجه بترجع لك ماتش اوبجكت معنى ذلك انه بعتبرها ترو رجعت نان بعتبرها فولس فبالتالي هنا شوف في الاف ستيتمنت اف السيرش للاو في اللاين اطبع او فاوند وهنا اف ستيتمنت ثانيه انه زي فاوند فبالتالي هنا بس بطبع لك الجمله هذه لانه هاي ترو وهاي فولس تمام نيجي الان للفايند اول الفايند اول دائما بترجع ليست حتى لو ما فيش نتيجه فلو ما فيش نتيجه بترجع امتي ليست تمام حاجات هنا انا طلبت منه انه انا اوجد الزي فالزي مش موجوده في اللاين فبالتالي برجع لي امتي ليست لو طلبت اي فبرجع لي كل الماتشز تمام هيرجع لي اي 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 فانت عندك هاي وين موجوده هلو ماي نيم الاي في النيم واحمد والاند ثلاثه ايز تمام طيب كيف نعمل ماتشز لهدول الشغلات فبالتالي انه لو انا حطيتهم هيهم في جمله وود تشك وود تشكس صيغه الجمع وهنا وود تشك بس الدبليو كابيتال وود تشكس الدبليو الدبليو كابيتال وجمع اس فبالتالي انا بحكي له لو سمحت اعمل لي ماتش لهذه الكلمه تمام بس خلي بالك انه اول حرف يكون عباره عن disjunction w small or w capital فبالتالي بيجيب لي ماتش لهي الشغلات طبعا الجمع كيف لو ما حطيناش w برضه راح يجيب اي w الماتش الاولاني اللي هو الشرط اللي ورا فانه هو راح ياخذ الجزء من الكلمه substring طالما جابها من غير s لا انت بت انت بت انت بت انت بتقصد ماشي بس يعني هاي انت بتقول بدنا نعمل شغله زي هيك وبدك تقول انه دبليو لا من غير دبليو بس لا بيجيب ليش ماتش بيجيب لي هذا الماتش وهذا هذا انا بدي اعمل ماتش للكلمه بيجيب لي او تشك يعني كله زي هيك بدون دبليو وانا بالضبط بدي اياها من ضمن النتائج تمام ف الاولانيه ممكن انا استخدمها برضه بمعنى انه الثانيه اي اولانيه 62 11 الدبليو بين براكتس نعم الثانيه ممكن برضه نفس الشيء ايش يعني الثانيه اللي هي الاس قصدك على الاس يعني ايش الثانيه ايش بتقصد بالثانيه ليش الأولانية بس حطبتو براكتس عشان يتطلع دبليو كابيتال ودبليو سمول صحيح بالأس ممكن أعمل نفس الشيء الجمع
ماشي بس الدبليو موجودة سواء كان كابيتال أو سمول، أما الأس في منها موجود وفي منها مش موجود. ففي طريقة تانية إنه أنا أحط إنه كاركتر إنه يكون أوبشنال، اللي هو عبارة عن علامة استفهام، تمام؟ مش تكرار، إنه أوبشنال ممكن يكون إنه هو موجود أو مش موجود. بالفاريشنز تبعتها كلها بالضبط بدون الاس، لكن لو انا بدي اياها انه اعمل ماتش سواء كان اس او بدون اس فساعتها انه حنشوف انه بنحط علامه استفهام. في بدك تسال حاجه؟ حقيت الفايند اول هنا، هنا هاي هاي معناها نرجع هنا للسلايد انه هذه معناها نيجيشن. خلي بالك هنا اي حاجه جوا تمام نيجيشن. هنا بتقول له انه اعمل لي ماتش لاي حاجه لاي كاركتر ما عدا الاس كابيتال والاس سمول. بالضبط. فهنا على سبيل المثال انه انا طلبت منه انه الرينج هذا من A ل Z انه نيجيشن لإله انه اي حاجه غير الكابيتال A كابيتال لغايه ال A سمول. بالضبط. فبالتالي الفيرست ماتش انا عندي ايش وين بيطلع؟ الواي، لانه الاو انا عندي كابيتال بهذا الشكل. وهنا لما انا اقول له انه مش اس كابيتال او اس سمول، فبالتالي انه اي حاجه غير الاس كابيتال والسمول، فبالتالي الفيرست ماتش انا عندي الاي، لانه الاي لا هي اس كابيتال ولا اس سمول. تمام. كله بالضبط. تمام. فهنا الماتش انا عندي هيو حرف الواي انه الفيرست ماتش انا عندي انه مش موجود. هذا في السيرش انا جبت الفيرست ماتش، لكن لو انا جبت فايند اول بالضبط جاب لي كل الاحرف السمول. هنا اي حاجه غير الاس كابيتال والاس سمول، فبالتالي انه جاب لي الفيرست ماتش هي الاي. لو انت استخدمت معاه هنا الفايند اول حيجيب لك كل الاحرف عدا هنا اي هاف نو في اسفل ريزون، فحيجيب لك كل حاجه ما عدا الريزون. وهنا ما حيجيب لك الاسفل مش حيجيب لك الاسفل ريزون. فزي هيك عادي انه عشان بطبع لي اياها لسته واحده، ممكن انه انا خليها يطبعها زي هيك بحطها في print. I space have انه زي هيك، هاي وين الريزون بتبدا من هنا R E A ما فيش اس. بس ليش فولس؟ لانه اي حاجه غير الاس كابيتال والاس سمول هذا ماتش ترو بيجيب لي اياه فيرست ماتش. والتكست كله لما بدخل على ريجولار اكسبريشن بيطلع فولس. لا هي التكست كله يعني هنا 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 انت عندك النمط انه انت بتدي له السيرش كريتيريا والاوبجكت والسيرش سترينج، سواء كان انت حطيت له اياه ككونستانت او حطيته اياه كفاريبل. ماتش هذه ترو. هذه ترو. انا بحكي لك انه عمل لي ماتش لاي حاجه غير الاس كابيتال والاس سمول. في ماتش ترو. على مستوى الكاركتر. على مستوى الكاركتر. على مستوى السترينج كله فولس. ما هو لا في في السترينج هذا هيك هيك بحسبها، في السترينج هذا احرف غير الاس كابيتال والغير الاس سمول اترو موجوده. وين هاي الفيرست ماتش لاي؟ هاي صار ممكن تمسك كلمه وتظبط معها. لا ببحث في النص كله، ببحث في النص كله. احنا بنشتغل غير البايثون، البايثون بتعمل سيرش
نعم. بس في اللغات الثانيه بتعمل فول ماتش، يعني هي كله ترو كله فولس. بس هذا بدا السؤال. طب ايش الكونسبت هنا انه يكون انت عندك انه يعني ايه يعني اذا كان فولس ايش بده يكون انه اللوجيك انه ايش السؤال؟ انه هل في اس كابيتال او سمول في هذا النص ولا ايش بده يكون صيغه السؤال؟ انه هل النص هذا لا هيك بصير انه بدون هاي هذه اتفقنا انه هي نيجيشن. انت اللي انت بتحكي عنه انه اشي زي هيك انه اعمل لي ماتش لا اس كابيتال او اس سمول هنا في اس. فلو كان انه ال هذه خلينا نكررها. I have no money. تمام. فهاي فولس، هاي فولس زي ما انت بتقول. هل في اس كابيتال واس سمول في النص هذا كله؟ ما فيش سنجل اس كابيتال او سمول. نعم. ما هو هذا بيرجع لك اوبجكت. بس شفنا هنا استخدمناه في الاف ستيتمنت هنا، لانه اذا كان في نتيجه برجع ماتش اوبجكت، ما فيش نتيجه برجع نان. فهنا اذا 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 في ماتش اوبجكت تعتبره هيو، احنا حطينا ريمارك هنا انه هذا ترو وهذا الكونديشن فولس. صحيح. لا آه. اقول لك انها اللي برجع بعرف في داله ثانيه بترجع تعمل الريج ماتش بتشتغل انه ترو فولس بالضبط، يا كل التكست بيجي على الباتر صح يا كله غلط. نعم. بيعتمد ممكن من لغه لغه للغه ايش نمط السيرش او ايش اليه السيرش. انا بنحدد برنس في فانكشن ثاني بتعمل جيت لنفس الفكره. حاجات بدك ترجع الفايند اول. في عندك هنا هاي في عندك فايند اتريشن فايند اتر تمام for r and find iter. هذه بترجع iterable object فبترجع لك الماتشز هنا. فممكن انه تقول هنا print r dot span فبرجع لك الانديسيز لكل ماتش ريزلت. فتقدر تصلها بس بدالة تانية. يمكن ممكن تمام. طيب حاجات احنا وصلنا لهنا النيجيشن. طيب حاجات انت لو عملت له شغلة زي هيك انه not e انا عامل نيجيشن لشغلتين، عامل نيجيشن لشغلتين، وهذه بالمناسبه لازم اعملها سكيب لانه هذه عباره عن كنترول كاركتر. انا عندي في الريجولار اكسبريشن تحديدا فهذه الهات لانه انا بستخدمها في النيجيشن. انا بقول له لو سمحت اعمل لي ماتش لاي حاجه غير الاي لانه نيجيشن هي تمام، غير الاي وغير الهات. فبالتالي اول ماتش انا عندي حرف ال، هاي هو الفيرست ماتش انا عندي تمام. فبالتالي بدك تعمل بدك انه توجد الهات هادي انه انت عندك في السيرش ريزلت انه لوك هات هير. فبدك تعمل ماتش لهذا الكاركتر ككاركتر عادي فبتعمل له سكيبينج بس سلاش بالسلاش. فبالتالي انه هي طلع عندك في الماتش. اما لو خليته بدون سكيبينج خلاص بيعتبره نيجيشن.
خلي بالك من الشغلة هذا. هنا برضو نفس الفكرة، إنه أنت عندك لو كان إنه يعني مثلاً A مرفوعة على القوة B، فممكن إنه يتم كتابتها بالطريقة هذه A hat B. فلو بدك تعمل ماتش للباترن هذا بتحطه إنه كنص عادي، وعشان إنه هذا ما يعتبروش نيجيشن إنه بتحط سلاش زي هيك برضو سكيبينج. نعم نعم. ليش؟ هاي عندك 0 1 2 3 4 5 ونتيجة لغاية 6. بالضبط. حكيت انه انت يعني انت عشان تكون عندك حساسية من 5 و 6 صح؟ فأنا بدي أريحك، بدي أقول لك اللوجيك جاي في السلايسنج في الليست في البايثون تمام. فحكيت في السلايسنج انه انت عندك هذا النص تمام. في اشكاليه انا عندي في النوت بوك لانه انه في مشكله ما انا مش عارف ايش ريستارت كيرنل. ديباج لا ديباج انه على البي شارب على البي شارب. بي شارب افضل بكثير من سبايدر. انا استخدمت هذا واستخدمت هذا، فانا وجهت احكي لك عن وجهة نظري انه بي شارب انه افضل بكثير. كيف؟ لا بدك تنزله لحاله، فبدك تفتح انه تكتب بي شارب هنا من الجيت برينز، ففيش انترنت، فبتلاقي انت في عندك نسخه كوميونيتي اديشن ونسخه بروفيشنال. الكوميونيتي اديشن انه فري وكافيه بالنسبه لك انه انت تستخدمها. فنيجي لموضوع السلايسنج هنا، فانا لو حكيت انه ماي سترينج انه السلايسنج عندنا في البايثون انه انت ممكن تقول له لو سمحت بدي من الكاركتر الاول للاخر زي هيك، فبروح بيستثني ال انه ببدأ. انت حكيت له لو سمحت ابدالي من واحد للاخر نقطتين، هذا سلايسنج. وممكن تحكي له هنا من من الاول لغايه انه ما قبل الاخير، بنقول له مثلا ماينس 2 لانه اخر كاركتر انا عندي ماينس 1. فهنا حيصير انه هير راح تطير الاي والار. هنا لو حطيت ماينس 1 تمام لغايه الار زي هيك، فانت بتبدا هناك الاندكس من الخلف، من الخلف بتبدا بالماينس ومن هنا. فلو بدك مثلا كاركتر معين او ممكن نقول له لو سمحت بدي الكاركتر K، فK هذا عبارة عن 0 1 2 3 3 و 4. فبقول له هنا من 3 ل 4، فهذا فعليا عبارة عن 1 كاركتر بهذا الشكل تمام. بدك 2 كاركترز زي هيك من 3 ل 5، راح يكون في وراها سبيس. من 3 ل 5 فعليا انت بتقول له لو سمحت بدي الكاركتر الثالث والكاركتر الرابع والخامس بتستثني. وهنا نفس الفكره من 3 ل 4 بدي الكاركتر الثالث الرابع لا، يعني انه زي هيك الاندكس 3 و 4 لا. نعم بالضبط. بس هي الفكرة انه في السلايسنج عندنا في البايثون انه هي المبدأ تبعها. فعشان هيك انت السبان لماتشنج لون كاركتر هو 3-4 زي ما انت شايف هنا في النتائج. هنا 0-1 معناها انه ببدأ عند 0 وبتنتهي يعني قبل ما تدخل في الاندكس 1، يعني النتيجة هنا بتنتهي عند
قبل ما تبدأ في الاندكس واحد. تمام؟ طيب يبقى فهمنا مفهوم انه هذا يعني انه هنا في البايثون بالتفصيل، هنا في السلايد مش حاطط التفصيل هذا، انه انت لازم تعمل سكيبنج لهاي وسكيبنج لهاي، انا حطيت لك اياها هنا في البايثون. طيب البايب برضو ممكن تستخدمه في الديسجنكشن، يعني لو سمحت اعمل لي ماتش لجراوند هوك او وود تشك، فبالتالي انه هاي اور ماتش لهذا سبسترينج او هذا سبسترينج، ماتش لليورز او الماين. يعني انت هنا، انت هنا بتحكي له يعني خلينا نرجع هنا، لما انا حكيت له انه بدي اعمل ماتش لهذا، بقول له لو سمحت بدي انا الحرف الاو فولويد باي او فولويد باي دي زي هيك، لما تحطه في براكتس بتصير اور، لكن زي هيك انه فولويد باي. فبالتالي هنا لما احنا حطينا او ان، لو سمحت جيب لي الاو فولويد باي الان كسبسترينج، لكن انه لو جبنا مثلا شغله مثلا او فولويد باي مثلا اي مش موجوده، فهذه ممكن انه احنا نحطها زي هيك، فهنا ما فيش نتيجة R E is not defined. لا ال R E is not defined، هو بقول لي إنه الإمبورت هذا في إشكالية ما في الكيرنل، أنا مش عارف إيش هي. لا أنا مش محتاج نت هذا، يعني مش عارف أنا، فهي عملت له سيف، ممكن اسكره شت داون، نرجع نشغله من اول وجديد، وهذا نسكره. run all saves. فهذه ملهاش نتيجه. تمام، فهي معنات هذا الكلام. فبالتالي هنا انه بدي هذا انه كسبسترينج انه الواي مطبوعه بالاو مطبوعه باليو مطبوعه بالار اس، او الماين ام مطبوعه باي ان اي. لما اعمل ديسجنكشن زي هيك هو فعليا زي هذا، انت بتقول له اي او بي او سي، هو فعليا انه كانه انت بتحطهم في براكتس زي هيك. وهنا عشان انت تتجنب الكابيتال والسمول في هذول الكلمتين اللي انت عامل اصلا disjunction بيناتهم، فبتقول له هنا جي كابيتال اور جي سمول between brackets اور دبليو كابيتال دبليو سمول في كلمة الوود تشك. تمام، فهي البايب لو رجعنا هنا، هاي الكلمة هاي أو الكلمة هاي من هذا السترينج. تمام، فعمل هاي ماتش لإلهم. فهنا لاحظ إنه أنا بقول له اعمل لي ماتش للأي أو البي أو السي في هذا السب في هذا السترينج، هي نفسها نفس النتيجة إنه أنت تستخدم تحطها في براكتس، وهذه الجي كابيتال والجي سمول، فبالتالي هنا صار في عنده القدرة لإرجاع النتائج إنه الدبليو تكون فيها كابيتال. طيب طيب نيجي الآن لعلامة الاستفهام والستار. علامة الاستفهام فعليا هي عبارة عن optional previous character، معنى ذلك إنه أنا حطيت اليو وحطيت وراها علامة استفهام، معناها إنه اليو صارت optional. ايش معناته؟ انه اوبشنال ممكن تكون موجوده او لا، فبالتالي بقدر اعمل ماتش لكلمه كلر زي هيك وكلمه كلر زي هيك. تمام، فهي اليو، فانت كيف بتكتب الكلر كلر اور كلر، فبالتالي انه هي صار ماتش
بالتنتين بهذا الشكل. فبالتالي اذا انت بدك تقول له الاس عفوا اوبشنال هنا، معنى ذلك انه ممكن يكون جمع او لا، ساعتها بتحط علامه استفهام، فبتصير انه علامه استفهام للبريفيوس كاركتر اللي هو الاس، فصارت انه هي اوبشنال، فبالتالي بيجيب لك ماتش لكل الكلمات بما في ذلك الجمع. وصلنا عند الجزئيه هذه، فحين حكينا انه بطلب منه انه يجيب لي الاي او البي او السي في هذا، لكن خلي بالك لو انا طلبت منه شغله زي هيك بدون براكتس معناها انه لو سمحت جيب لي الاي مطبوعه ببي مطبوعه بسي، فبالتالي انه هذا ما فيش فيه ماتش. ايوه ليست فاضيه بهذا الشكل، تمام. ف هذا اوريدي حكيناه، احنا وصلنا لعند هذه علامه الاستفهام، فبالتالي هنا علامه الاستفهام معناها انه البريفيوس كاركتر اللي بيسبق علامه الاستفهام انه اوبشنال، فبالتالي هنا بيجيب لي الود تشوك باس وود تشوكس بدون اس وهنا بالاس، تمام. فبالتالي هنا عملت كومباينيشن لشغلات كثيره انه الجي كابيتال والجي سمول، جي كابيتال اور جي سمول، او طبعا هذا الكلام في كلمه جراوند هوغ، وهنا في عندي بايب اللي هي اور كلمه ثانيه اللي هي وود تشوكس دبليو كابيتال او سمول بالاضافه للاس اوبشنال. طيب هذه الشغلات كتير مهمة عشان انه انت تعمل تنميط للنص، فبالتالي انت محتاج توجد هذه الكلمات، تمام، وبتروح كلها بتعملها normalization وبتحولها زي هيك، انه يفترض انه انت كل الكلمات هذه انه بيصير لها mapping لكلمة واحدة زي هيك، عشان انه هذه في النهاية عبارة عن term واحد. طيب الان حكينا انه هنا حكينا انه هذا اوبشنال كاركتر، نيجي نشوف انه زيرو اور مور اوف بريفيوس كاركتر، فبالتالي هنا لما احط نجمه معنى ذلك انه البريفيوس كاركتر او ممكن يصير في زيرو او مور ماتش بهذا الشكل، فبالتالي هنا هذا عباره عن نمط البحث، انت بيصير لك ماتش مع هاي الكلمه ومع هاي ومع هاي ومع هاي بغض النظر قديش في انت عندك او هنا، فهي طلعت كلها في النتائج. بس لا بس الاو، انا بحكي للبريفيوس كاركتر، تمام. لو بدك اياها انه تكون انه شغله فممكن انه احنا يعني نحددها، تمام. نفس الاشي بالنسبه لمشكور، مشكور انه اختلف عندك الوضع عشان انه تكون الامور واضحه بالنسبه لك، هنا اختلف الارجمنتس بسبب بس الالاينمنت في التكست يعني، اما هم كترتيبهم ترتيب واحد، حتى هنا اختلف، هو بس عشان التكست دايركشن انت عندك، تمام. فعشان هيك انه ممكن في الليبر اوفيس حطينا زي هيك وحددنا اتجاه النص اتجاه النص كيف؟ هذا عبارة عن الباترن تبع السيرش وهذا النص اللي انت بتبحث فيه، هيك ترتيبهم يفترض، لكن لما كان زي هيك هي اتجاه النص عشان العربي يغيرهم، بس هو فعليا الارجمنت هذا في الاول والارجمنت هذا يعني بس مع كوسين يعني الترتيب، بس في الفيو انه ترتيبهم مختلف. فانا حكيت له انه الحرف واو تمام التكرار تبعه ممكن يكون انه زيرو اور مور، فبالتالي انه مشكور 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 بغض النظر عن الواوز بيجيب لي اياهم كلهم في النتائج. تمام هي جاب هذه في النتيجه وهذه في النتيجه وهذه في النتيجه، متى ما قدرت انه انت تعملهم ماتش ساعتها بتقدر انه انت تنمطهم انه تعملهم مابينج لوان تيرم. طيب هذا بالنسبه للزيرو
or more. ففي عندي one or more previous character، فبالتالي هنا ال O بدي بالضبط. يعني لاحظ هنا إنه ال O هذه ممكن تكون one or more character بهذا الشكل، أما هنا إنه كان في O بالضبط. بالضبط، فبالتالي هنا هايو صار ما يعني نفس النتيجة، بس هنا أنا في نمط البحث إنه ما كانش في عندي O إضافية، واضح؟ لأنه أنا حكيت هنا one or more مش zero or more. هذا الكلام نفس الإشي بالنسبة لمشكور، فبالتالي هنا بدل ما تحط واو وين فبتحط واو واحدة، فبتقول إنه الواو هذه ممكن تكون one or more، لأنه الواو لازم تكون موجودة في مشكور، فبالتالي بيصير ماتش لكل هاي. تمام؟ فهنا الـ A one or more معنى ذلك إنه لازم على الأقل يكون في عندي اثنين A أو أكثر، فبالتالي هذه ماتش، هذه ماتش، هذه ماتش، هذه ماتش. لو كان في عندي في النص BA هذه مش راح تطلع معي في النتائج بالضبط. زيرو أور مور. نعم. طيب. يبقى هذه خلصناها، هذه خلصناها، هذه خلصناها one or more character، وهنا برضو خلصناها one or more character لما كان في عندي في النص أنا عندي BA فقط ما صار لها match. تمام. نيجي لل any character، فبالتالي هنا exactly one character، والcharacter هذا any character ممكن يكون أي حاجة، أي حاجة، فبالتالي مش optional، لا لازم يكون في كاركتر موجود. فهنا هنا عندي لو سمحت جيب لي بي مطبوعه بي مطبوعه بجي مطبوعه باني كاركتر، سواء كان حرف او رقم او سبيشال كاركتر مطبوعه بان، فبالتالي هذه بصير لها ماتش. هنا الاني كاركتر اجى الاي، وهنا برضو هاي بصير لها ماتش، الاني كاركتر اجى يو، وهاي بصير لها ماتش، الاني كاركتر هو كان او، وهنا كان ثلاثة، وهنا كان لا، هذه بصير لهاش ماتش. ليش؟ لأنه أنا طلبت إنه exactly one character هنا. حطينا علامة استفهام، حرف علامة استفهام. بالضبط. تمام. فهذه ما مفهوم الـ any character، فهاي إنه already كمان إنه إحنا خلصناه. طيب مفهوم انه الانكورز، انه انا بدي احدد الهات، شفناها قبل ضمن البراكتس، هي عباره عن نيجيشن، بس اذا كانت برا او بدون براكتس معنى خلي بالك بتكون هي عباره عن بدايه السطر. بمعنى اخر انه هنا برات البراكتس معناها انه لو سمحت اعمل لي ماتش لبدايه السطر، في بدايه السطر تحديدا مش في اي مكان تاني، لا حرف كابيتال من A إلى Z. فبالتالي إنه هيو صار أنا عندي بالو أت ألتو، هذه كابيتال بس ما صار لها ماتش، بس صار ماتش للبي بالضبط، لأنه البي في بداية السطر. وهنا أنا مستخدم بداية السطر، وهنا مستخدم نيجيشن. نيجيشن إنه أي حاجة غير الأحرف الكابيتال والأحرف السمول معناها يكون عبارة عن رقم أو سبيشال كاركتر في بداية السطر. بالضبط، فبالتالي الواحد هيوصل له ماتش في بداية السطر. تمام؟ حكينا إنه الدوت هي عبارة عن any character، فلو بدك تعبر عنها إنه هي نقطة، الكاركتر نقطة، فبتعملها سكيبينج بهذا الشكل، فبالتالي إنه هنا لو سمحت جيب لي نقطة وتكون في نهاية السطر. فبالتالي انا بدي اوضح لك اياه، خليني اوضح لك اياهم هدول في امثله وتشوف اثر هاي الشغله. فبالتالي هنا هاي معناها انه بدايه السطر، انه هاي صار في عندي ماتش للاي، البي عفوا، الاي ما صار لهاش ماتش لانه حددت انا هنا بدايه السطر. خلي بالك هذه بتلخبط مرات، انه انت بتنسى انه تلخبطها مع النيجيشن، لانه انا لو طالبت زي هيك فبصير انه ماتش للاي للبي والاي، بس انا طلبت لو سمحت بدي في بدايه السطر، فبيجيب لك بس البي، البي هي في بدايه السطر، لكن هنا بدون
بدون الهات خلاص بجيب لك ماتش للتنين كل الماتشز. هذه زي ما حكينا انه انا عندي هاي كاركتر غير الـ A والـ Z كابيتال وسمول، وهنا في عندي 1 2 3 بس عمل فقط ماتش للواحد لانه انا طالب منه هنا بداية السطر، هذه نيجيشن خلي بالك. تمام؟ كيف؟ هذه الهات مالها؟ بالضبط. انا هنا بالضبط انا هنا طلبت انه انا اعمل تي اتش في اي مكان، فبالتالي هنا هي في ال... لكن هنا انا طلبت انه تي اتش انه تكون في بدايه السطر مش موجوده، فبالتالي برجع لي امتي ليست. بالضبط. ممكن تحط هنا انه يعني تحط نعم نعم هذه بالضبط بداية. وعشان إذا أنت بدك يعني زي ما بحكي ممكن تحطها كابيتال أو سمول يعني، فبالتالي هذه ممكن نعيدها زي هيك. وهنا بنقول له إنه أور تي اتش زي هيك. برضو النتيجة إمتي يعني فاضية. جاب الهلو اه بالضبط. لا فبنفع نعم هيك معناها اور تمام. نعم يعني انه انت عندك التكرار التكرار في الواو والتكرار في الار فهذه فعايز زي هيك. وهنا انت قصدك انه يعني خليني اغير وين الار؟ لا هو بده انه تكرار في الار او الواو، فبالتالي انه هاي مشكور في ستريس على الار على الرا زي هيك. فبالتالي هنا انت بتقول له انه بلس حكيت هذه بدون عشان انت تشوف النتيجه انه ما بيجيب لك اياها. تمام ما بجيب لك اياها في الماتش، لكن انه انت اذا بدك اياها انه يجيب لك اياها في الماتش بنحط هنا بلس فبتطلع معك في النتائج هي الاسترس على الار. هذا كان يعني اوكي هنا احطها هنا مش بلاش تكرار كتير يعني انه زي هيك هذه ما بتطلعش في الماتش. تمام هذه جاب الماتش هذا بس انت بدك تجيب هذا الماتش كمان. فيعني خليني ادور عليه في انه نجيبه في جملة لحال هنا. فانا بدي اقول له انه عندك هنا واو را
والواو والراء هذه انه تكون كيف لا استنى شويه هي واو او ار هذه فيلها فيلها شو اسمه فيلها regular expression تاني فممكن أنا أفتح نيو لانشر وهنا أقول له open from path وهنا لأنه هنا موجود أنا عندي في نوت بوك تاني في لها شيء جاهز بس الدالة مش قادر إنه أنا أتذكرها فهلقيت كنا نفتح هذا إحنا فهذا المسار تبعه إيش بالجروب نعم جاب لك اياها طب ماشي اوكي ممكن نحن نطبقها بس في شغله ثانيه انه اللي التعقيد اللي هو بحكي عليه اجيت هذه انه الواو والراء انت بتقول انه انت حطيتها بين حسين زي هيك وحطيت انه بلس ماشي انت بتطلب منه انه النص اللي بدك تعمل له اكستراكت انه بيبدا من هنا عشان يجيب انا بده لمشكور طيب لقيت ايش المثال اللي انت عامله كتبت اسمك يبقى re.find all فهنا نمط البحث انه انت ليه بس انك بارك هيك بعدين تكتب اول جزء من المثال شو اسمك انت ISM في الكلمات هنا اسمها ايه ال ال ال
ماشي، بس نتيجة البحث راح جاب لك إياها كتابل، جاب لك إياها كتابل. هذه كتابل، إنه مش هي مش one word زي هيك. أنا بتصور إنه ممكن أنا أحكي له إنه هاي في عنا حرف الـ E، هذا لازم يكون exactly one or more مطبوع ب حرف الـ L exactly، إنه بدون الـ brackets، بدون الـ brackets هذول. هاي الـ E one or more والـ L طيب ماشي. وهنا نجيب هكا ليست، وهنا ليست. لا الاي الف براكتس لحال، لا هتصير انه بتقول له الاي او الال، هيك بتقول له الاي او الال. الاي او الال اوكي صحيح. اه الاي او الال انه يكون التكرار تبعها 1 اور مور. بالضبط اه مش الصح، اه نعم. هي في استنى انه ممكن اشغل لك، خلاص ضبطت النوم النوم سورس او بدون سورس، احنا بس لا بدنا نجرب الجوبيتر نوت باب سورس بين فيت سي تي جوبيتر. موجودة عندك في المثال هذا، شوف انت عندك سي دي سي دي سي، فانت بدك هذا الباتر سي دي سي، فبالتالي الفيرست ماتش وين انت عندك في تداخل، عشان في تداخل هي سي دي سي تمام. بعدين انت شايف اخر حرف وين السي، برضه بده يدخل في الماتش الثاني اللي هو سي دي سي زي هيك، ف بتحطها انه هنا كريجولار اكسبريشن ار، وبتفتح الكوتيشن وبتحط انه هنا يكون في عندك هذا الرمز بهذه الطريقه، وانه بتوين براكتس انه زي هيك بتصير انه تعمل ماتش للسي دي سي سي دي سي. ففي لها تكنيك معين انه انت تعملها بهاي الطريقه يعني، بس انا ما كنتش قادر اتذكره كيف بينعمل يعني، كان محطوط عندي في مثال سابق يعني. هاي الشرح تبعها هنا، هنا معناها انه علامة الاستفهام بتساوي matches if شرط معين matches next، ولكن الميزة فيه انه بيعملش consume لان string، لانه لو عمل consume ل سي دي سي للسي هذه في السي دي سي خلاص الماتش الثاني بقدرش ان انا اجيبه.
فهي معنات انه علامة الاستفهام بتساوي انه اعمل ماتش واعمل ماتش للنكست، بس ما تعمل كونسوم لأي من السترينج اللي انت عملت له ماتش. صحيح، في تداخل في الماتش. هل جيت لو انت عملت له بالماتش العادي خلاص السي اللي هي السي الثالثه الحرف الثالث صارت كونسومت، فبالتالي الاحرف المتبقيه عندك الدي والسي مش حاسر لها ماتش. فهي معنات انه عشان هيك انا مسجلها في نوت هنا، انه هاي معناها انه اعمل ماتش ولكن ما تعملش كونسوم للسترينج اللي صار له ماتش، واعمل ماتش للنكست. تمام. طيب نيجي للاند اوف كاركتر، يعني هذه البيجينج اوف لاين حكينا عنها، الاند اوف اند اوف لاين اللي هي الدولار ساين. لو انا عملت ماتش لاي حاجه غير الاي للزد كابيتال وسمول، معناها اي كاركتر غير الاحرف، تمام، لانه هذا نيجيشن بس وين؟ في نهايه السطر، تمام، ساعتها حيصير ماتش لكاركتر ثلاثه بهذا الشكل، لانه هو مش حرف لا كابيتال ولا سمول وفي نهايه السطر. طيب لو بدي اعمل ماتش للنقطه للبيريود كنقطه زي هيك، لازم اعمل سكيبنج لإلها، انه بدي النقطه في نهايه السطر. هذا بفيدني بشكل كبير انه بدي اقطع باراجرافز مش جمل. يعني انا ممكن ادي لك تمرين اقول لك هاي انت عندك تكست بدي اياك تقطع لي باراجراف. الباراجراف انه انت في عندك نقطه وسطر جديد، لانه مثلا ممكن يكون في عندك جمله قصيره انه فيرست انه انت في عندك بتحكي بلا 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 نقطه، وبعديها بتستأنف في نفس السطر بتكمل. كيف؟ صحيح. غير هيك لا، مش حتقدر تعمل ماتش، مش حتقدر تعمل ماتش. تمام؟ كيف؟ انه هنا بدك تدخل الماشين ليرنينج في الموضوع، انه هو يحدد انه انت انتهيت في جمله وبدأت في جمله جديده. بس هنا ممكن انه اطلب منك انه انت تقطع باستخدام هذا الماتش. لقيت هنا انا طلبت انه تكون نقطه في نهايه السطر، هيها، فبالتالي انه هذه النقطه اللي في نهايه السطر بالضبط. لو انا عملت ماتش زي هيك بدون الدولار ساين، معناها انه حيصير بالضبط. ثواني بس. نعم. صحيح، ما احنا حكينا انه هو جاب نتيجه بس مش صح تنعمل زي هيك. مش صحيح. اللي انا ورجيتك اياها هذه هي اللي ممكن انه بالضبط، هذه معناها اي او ال بالضبط، اللي هي بنفس الكيفيه هاي. طيب وانت عشان تتاكد انه هنا انه المقصود فيها من نهايه الجمله انه هيو 23، لانه مستحيل تكون هذه، لانه هذه ترتيبها هي 0 1 2 3 4 5 وهو عامل ماتش السبان تبعه 22 ل 23، معنى ذلك انه بشكل اكيد هاي النقطه. وهنا انه هاي النقطة هاي. انا كاركتر في اخر الحرف. صح، هنا اني كاركتر انه في نهاية الجملة هي الماتش دي، فبالتالي انه هاي الماتش تبعها 21 على الشكل.
وهنا الاني كاركتر هو عبارة عن علامة الاستفهام انه first نقطة وبعديها this is the end بصيغة السؤال الانتونيشن تبعها، وهنا بصيغة التعجب هاي الصيغة تبعتها. تمام؟ طيب هنا على سبيل المثال ممكن تكون أنماط الأسئلة، وأنا حنزلكم تمرين فيها لأنه أفضل حاجة أنه أنت تعمل براكتس لهذا الكلام كله. هاي النوتبوك عندك حيكون على الجيت هاب، وأفضل حاجة أنه أنت تعمل براكتس أنه أدي لك مجموعة من أسئلة، قطع لي جمل، جيب لي الكلمات أنه كذا كلمة كذا متبوعة بكذا، تعمل ماتش بهاي الطريقة وبتجيب لي النتيجة. فعلى سبيل find me all instances of the word the in a text. فبالتالي لو كان النص زي هيك this is the first thermal transformation of the experiment، فبالتالي هنا جاب لي لو انت بحثت بالطريقة التقليدية انه هي the والthe، فالthe الاولانية وينها؟ هيو the first والthe الثانية، بس انا ايش طلبت منك؟ word. فبالتالي عشان انه برضو انت تجيب الذهب ما طلعتش معك في النتائج بسبب الكابيتال والسمول، فممكن نحل مشكلة الكابيتال والسمول بهاي الكيفية. فبقول له انه التي ممكن تكون كابيتال او سمول فولويد باي اي فولويد باي اتش فولويد باي اي، فهي الذهب الكابيتال طلعت. ضل اشكالية هذه الثانية اللي هي جاية من وين؟ من ثيرمان. كيف ممكن نحل الإشكالية تبعتها؟ هذه بس إنه أنا جبت لك إياها find iter إنه جبناها كiteration عشان تشوف إنه تتأكد إنه هي من الثيرمال. لو أنت عديت إنه هذه عند 18 لغاية 21 بس عشان تتأكد يعني. فممكن أنا أحكي له ببساطة إنه لو سمحت جيب لي إذا إنه T تكون capital أو small متبوعة بالH متبوعة بالE، بس قبليها طلع علي انه يكون اي حاجة غير الاحرف الكابيتال والسمول، او بالاحرى ممكن يكون السبيس يعني انه زي هيك. تمام؟ وهنا نفس الشغلة، فبيجيب لك انه هدول التنتين شايف جايب قبليها سبيس بالضبط. فعشان هيك انه هذه مش صحيحة، فالافضل انه انت تستخدم سلاش اس سلاش اش اش السلاش اس بتعني انه يكون مسبوقه بسبيس ومطبوعه بسبيس، فبالتالي انه بيجيب لك اياها. الاس هذه وايت سبيس، ممكن تكون في بدايه السطر. نعم بالضبط. نعم وايت سبيس طبعا هنا بالسلاش. طيب ممكن من ضمن التمرين يكون في عندي أسئلة، لو سمحت جيب لي الفاولز الأحرف الصوتية أنا عندي في النص بالضبط. فهنا إنه أنا حطيتها في ليست، إيش معناها؟ مش معناها إنه A متبوعة بالE، لا أو الE أو اليو أو الـ A E I O U، فبالتالي بيجيب لي إياها. هاي جاب لي الE من الهلو والO من الهلو، تمام إلى آخره. طيب جيب لي هنا بدي احط لك نص السؤال هنا find واغيرها لمارك داون find all double vowels انه يكون عندك الاحرف الصوتيه مضاعفه. تمام؟ فهنا بحط له انه بلس. لانه هنا انت عندك في الاول كان انه انه هنا النص عندي هالو ماي نيم از احمد انا اي لاف بايثون اند بيتش، فانت عندك هنا الاي بالضبط جاب لي اياها في النتائج في يعني بالضبط. لو انا حطيتها بدون بلس حيجيب لي اياها نتائج منفصله، ف لا هذه بدها تيجي هنا
هذه بتتيجي هنا ثواني شوي، انه انا احدد الكاردينالتي. تمام، فهذه هاي اللاين لو انا حددتها انه زي هيك وشلت البلس، فحيجيب لي هنا في البيتش الاي لحال والاي لحال. تمام، فهي جاب لي في البيتش الاي لحال والاي لحال. لو انا بدي اياهم يجيب لي اياهم مع بعض، فبدي احط هنا بلس بهذا الشكل اللي هي 1 اور مور، انه يكون التكرار تبعها انه يكون 1 وحرف صوتي واحد او اكثر، فبالتالي جاب لي اياها هنا انه لازقين في بعض كنتيجه. فهلقيت لو انا بدي اجيب كل الدبل فاولز، فبالتالي هنا في عندي امكانيه انه بدل ما احدد هنا البلس 1 اور مور بحدد الكاردينالتي العدديه بالضبط، بحطها بين براكتس زي هيك براكتس المجموعه، فبقول له بدي تو حرفين صوتيات بهذا الشكل، فبيجيب لي اياها انه هي زي هيك اي اي. تمام، هذا الكلام مطابق لهذا الكلام، زي ما انت تقول له انه اي 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 او يو مطبوعه ب اي 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 او، طبعا اور بيناتهم يعني الاور هنا جوا، فهذه او هذه هو نفسه هذا الكلام، فالاحسن انه انت تستخدم الكاردينالتي. مع اسماعيل وحطينا بلس يعني اثنين او بلس، ما هو البلس هنا يعني انه البلس وين بدك تحطها؟ اي او ب او انا ممكن يكون اي اي تمشي برضه بتجيبها، يعني لو في دبل اي بتجيبهم، لو في دبل اي بتجيبهم برضه. اللي انت بتقوله ممكن يكون انه اشي زي هيك بدك تحدد انه هذه انه بلس، بس لا هذا هيك بنفعش، مش صح، لا مش صح. نعم، مثلا هنا لما عملت لك اياها بس عشان تفهم انه الكاردينالتي انه زي هذه انه بس بدي تكرار هيكون تنتين. طيب لو بدي اوجد السنه بنظام انه التكرار انه بدي 1 ديجيت الرينج تبعه من 0 ل 9 متبوع ب 1 ديجيت من 0 ل 9 وهكذا اربع مرات، او الاسهل انه انا احدد انه ديجيت من 0 ل 9 والكاردينالتي تبعته 4 فبيجيب لي السنه، لانه انا عندي هنا في النص ارجع انه hello my name is Ahmed and I love Python and Beach we are in 25/9/2019، فبدي اجيب السنه، وهذه شغله كثير مهمه، فبدي اجيب لك بدي منك انه ادي لك كوربس وتجيب لي فيها كل السنوات، فبدك تعمل ماتش لكل السنوات، فبالتالي هي عباره عن 4 year او اذا كان التاريخ له نمط معين. هجيت هنا بدي اجيب الشهر او التاريخ، الشهر او السنه عفوا، الشهر انت في عندك 2 ديجيت والسنه 4، فبالتالي هنا في الكاردينالتي في عندي امكانيه انه انا احدد المين والماكس، فالمينيموم 2 والماكس 4، فبالتالي هي صار ماتش لل25 وال9 2019. طيب احنا اخذنا ال1 اور مور، فممكن انت تحدد انه عدد معين اور مور بتحدده زي هيك بالضبط، وتحطه في العدد تبعك في المين والماكس بتسيبه فاضي زي هيك. ممكن فبالتالي بصير انه مش 0 اور مور، 0 اور 5 بهذا الشكل. طبعا هذه انا جمعت لك اياها اللي هي الار اي جايد، انه هذه بتاعنا انه بدايه السطر، هذه نهايه السطر، هذه اني كاركتر، هذه وايت سبيس، هذه نون وايت سبيس، هذه للريبيتيشن، زي هيك جمعت لك اياهم. انه طيب حقيت هنا نص السؤال انه انت عندك النص انه او خليني انقل لك اياها هنا، انه I bought a laptop with
$1,400 $1,400 لاحظ انه انت عندك هنا اشارة دولار. لو انا طلبت منك بالضبط انه انت تعمل لي اكستراكت لكل الاسعار من الكوربوس، فبده يكون في عندك دولار ساين مطبوعة برقم وممكن يكون في فاصلة عشرية زي هيك تمام. And a bottle of milk بدولار واربعة واربعين سنت. And a bin with $1 هنا ما في شيء علامة، ما في شيء فاصلة عشرية. فبالتالي هنا إنه نص السؤال إنه extract أو find all prices فبالتالي أنا النمط أنا عندي مدام إنه أنا عندي بدي دولار ساين، والدولار ساين هي عبارة عن دلالة لنهاية السطر، فبعملها سكيبينج زي هيك عشان يعتبرها إنه دولار ساين. وهنا بقول له إنه رينج الأرقام هو عبارة عن سلسلة من الأرقام من 0 إلى 9 وممكن يكون بالإضافة للفاصلة العشرية تمام؟ طبعا هذا كله أور، فبالتالي بدهاش إيش؟ لا، لأنه أنت عندك جوات الرينج، جوات البراكتس بالضبط. طبعا هذا كلام وان اور مور، فبالتالي هي عمل لك اكستراكت لل 1400 مع الفاصله العشريه هي هنا وال 1.4 وهنا الواحد بدون فاصله. بس لو كان في الفاصله العشريه حرف لا لا، لانه من 1 إلى 9 دوت بلس مور، بلس مور يعني ممكن يكون بلس مور من ايش؟ لا، اني حاجه من هذا من عفوا من هاي اللي من 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 هاي ليست من هذا الرينج. هذا عباره عن رينج 0 ل 9 بالاضافه للفاصله العشريه، اي حاجه من هذول 1 اور مور بجيب لي اياها ماتش. فبالتالي لو كان اي حاجه وراهم مش حيجيب. طيب بخصوص الجريدي والنون جريدي، ايش يعني جريدي؟ طماع جشع. نعم، طيب لاحظ هذا انه انا ايش طلبت منه في السيرش، هاي النص انه هلو وورلد ويلكم تو بايثون، فينا عندي دبليو هنا ودبليو هنا. فانا حكيت له انه اتش مطبوعه باني كاركتر، والاني كاركتر هذا التكرار تبعه 0 اور مور ومطبوع هنا بدبليو. فكم ماتش انا عندي هنا؟ تو ماتشز. هاي الماتش هذا شايفه، والماتش الثاني وينه؟ هاي. لا انا بحكي انه بينتهي بدبليو تمام. فهذا الاول الماتش الاول هيو تمام، واخد بالك منه. وعندك الماتش الثاني هاي. الآن باي ديفولت إنه هذا جريدي، إيش يعني جريدي؟ بروح بيجيب لك أوسع ماتش، وعشان إنه أنت تتأكد إنه هاي الإسبان تبعه من 0 ل 13 وهاي الماتش اللي هو هالو وورد ويلكم بالضبط. كيف؟ مش السيرش بيجيب الكيف وجابت من هالو ل صحيح، بس هاي الباتر هذا الفيرست ماتش، بس في أنا عندي تو ماتشز جاب لك الأوسع وهذا كله بيبدا من زيرو، فعشان هو الفيرست ماتش بس في ماتش واسع وفي ماتش ضيق تمام. فهي عملنا اكستراكت للسب سترينج هاي زي هيك عشان تتاكد منه. لقيت بدي الكلام هذا اقول له لو سمحت جيب لي اضيق ماتش، جيب ليش اوسع ماتش. فبحوله لنون جريدي انه ببساطه انه بحط بعد علامه الستار علامة استفهام، فصار نون جريدي، فصار إنه هالو دبليو، إنه هالو وورد اللي هو هذا الماتش، ما جابش إنه ما كملش إنه الماتش إنه
هذا معناته انه جيب لي نص انه بيبدا ب اتش وبينتهي ب دبليو وبيناتهم اي حاجه. هيك هي معناته تمام. فهي السب سترينج تبعه انه بهذا الشكل. تمام. فهذه اوكي اوريدي خلصناها انه شفنا الاند انه ماتشز للكاركتر هذه. هذا شفنا انه اللي هي مثال الثيرمال شفنا هذا موضوع الايرورز في الناتشورال لانجويج بروسيسنج نحكي عنه لحاله اللي هو الفولس بوزيتيف و اللي ترو بوزيتيف والفولس نيجاتيف والترو نيجاتيف عشان نحسب اكيورسي لشغله معينه. ف ممكن انه يعني ريجولار اكسبريشن زي ما حكينا انه بتلعب دور كتير مهم في التكست بروسيسنج لانه ممكن استخدمها في الماتش والسيرش. تمام. ممكن ان استخرج انماط معينه من الجمل اشوف الستايل تبعت الرايتنج او اشوف تكرار الكلمات بهذا الشكل. تمام. فبدي انا اديكم واجب عليها انه انا بدي اجيب لك مجموعه من الاسئله زي هيك تستخرج لنمط معين. بدي الكلمه هذه بدايه الكلمه، بدي كلمه كذا مطبوعه بكلمه كذا، استخرج لي كل التواريخ، استخرج لي كل الاسعار، كل الارقام زي هيك من كوربس. حدي لك كوربس حتكون موجوده هنا. انت لو اطلعت على الجيت هاب حتلاقي عندك هنا مجلد بالضبط فيه حتلاقي مجلد كوربس في الريبو. تمام. هذا عبارة عن هذه عناوين أخبار extracted من البي بي سي طبعا حديثة 9/4/2019 فممكن نستخرج منها أنماط معينة. تمام. فحدي لك الأسئلة هنزل لك إياها يعني بالكتير يوم الجمعة و لا يوم الجمعة وانت اشتغل فيها براحتك للأربعة الجاي لانه هاي الشغلات انت لو انت مش هتفهمها كويس هي حتكون برضو يعني اسئله في الامتحان. فانه تعمل براكتس عليها لا تعملها ماستر يعني تعمل ماسترينج عليها. هنجرب بالامتحان على الورق وانا يعني انا عندي التصحيح باينري يا صح يا غلط. فتتمرن احسن لك يعني. اوكي مش حنختلف ان شاء الله.